شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة وأستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم السلام عليكم. أيوة عليكم السلام ورحمة الله. معلش عند معلش سؤالين لحضرتك. أول سؤال، واحد مسافر بس مسافة 12 ساعة في القطر، مثلا ممكن يجي عليه الظهر والعصر والمغرب وكده يعني، فهو هيصلي، هيبقى نظام صلاته إيه؟ هيصلي قبل ما يخرج ولا هيصلي لما يروح، ولا ممكن مش متاح ليه يصلي في القطر نفسه؟ متى سيخرج؟ يعني هو مثلا من الفجر بيبقى يجي بقى عليه، يعني ممكن يصلي الفجر مثلا في البيت والباقي بيبقى في القطر 12 ساعة متواصلين. أي ممكن يصلي في القطار جالسا. طيب بالنسبة، وإذا لم يجد ماء تيمم وجمع بين الظهر والعصر، إن لم يستطع النزول جمع بين الظهر والعصر على القطار، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير عند وصوله إن شاء الله. ان شاء الله. طيب بالنسبه للسيده ماريا القبطيه، هل هي كانت نصرانيه؟ كانت نصرانيه لكنها اسلمت، كانت من الاقباط المصريات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لدي ثلاث اسئله وجزاك الله خيرا. تفضلي. لدي أخت تصوم وتفعل كل ما أمرها بالله، تصلي وتزكي وغير ذلك من، ولكن غير محتجبة. من هذا المنبر أود أن توجه لها كلمة، عسى الله أن يهديها قبل خروج هذا الشهر الفضيل وترتدي حجابها. والسؤال الثاني، إذا كان لدي حساب في البنك بحكم أن ليس لدينا بنوك إسلامية في المغرب، الفوائد التي تنضى في هذه النقود، أعرف أنها ربا، هل يمكن أن أخرجها زكاة للفقراء أم مساعدة أم ماذا أفعل بها؟ والسؤال الثالث، ما حكم التفرج على كرة القدم مع ذكر الله والتسبيح، وإذا نودي إلى الصلاة قمت لها، وأريدك أن تدعو لوالدي بالهداية والثبات، وجزاك الله كل خير يا شيخ. وجزاك الله مثله، وأصلح الله والدينا والديك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أما ذي التي تصوم وتصلي وتتصدق وتفعل الخير ومع ذلك فإنها متبرجة، فأقول وبالله التوفيق، صلاتها وصيامها وصدقتها فعلها الخير، كل ذلك في ميزان الحسنات، وتبرجها في ميزان السيئات. إذا كانت عاقلة ورشيدة فلا تذهب بحسناتها أمام تلك السيئات، فتبرجها كبيرة ومعصية، وكذلك نظر الناس إليها معصية وهي ساعدتهم على ذلك، فجدير بها أن تثقل ميزان حسناتها وأن تدع التبرج حتى لا يذهب ثواب عملها أمام التبرج. أما فوائد البنك الربوي فأخرجيها للفقراء والمساكين البعيدين عنك حتى لا ترجع إليك من ذلك عائدة من وجاهة أو غير ذلك. أما عن التفرج، تفرج النساء، لأن السائلة امرأة على كرة القدم مع احتفاظها بذكرها لله، فأظنه من اللهو ومن العبث أيضا. ثم إن لاعب الكرة أغلبهم شباب، وكثير منهم يكشف عن عورته حتى أقول العورة المخففة وهي الفخذ، فلا تنظر المرأة إلى ذلك، وهذا أسلم لها في دينها وأفضل لها إن شاء الله عند ربها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ، هذه ثلاث سؤالين. اتفضل.
انا كنت حلفت على مراتي ان هي عند بيت الوقت، حلفت عليها ان هي ما تروحش عند البيت، حلفت عليها بالطلاق. ماذا قلت في يمينك؟ قلت على الطلاق بالثلاثة ما تروح البيت لغاية ما ارجع، وبالوقت لو رجعت هي الحكم يا شيخ، وحلفت برضه بالطلاق ان انا ما ابعتلهاش فلوس طول ما انا في السعودية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأختار من أقوال العلماء في ذلك أنك تكفر كفارة يمين وبالله التوفيق ولا تحسب تطليقا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت شيخ كنت عايز أستفسر عن حاجة بس. تفضل. لو سمحت أنا ليا واحد أعرفه كان ماشي في طريق طريق عدائيه وكان راكب ميكروباص، فواحد طلع عليه كان عايز ياخد منه حاجة سرقة بالإقرار، فهو ضربه بسلاح في ظهره، لو مات يبقى كده عليه حاجة؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه. في بعض الروايات ذكره بالله. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت تدافع عن نفسك أمام قطاع الطرق والأربيدين والسكيرين فلست بآثم إن شاء الله، ولكن تحرى أن لا تقتل، تحرى أن تحدث إصابة تدفع عنك الضرر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. إني أحبك الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله انا لي في سؤال في المخشيش شيخ مصطفى عاوز اساله لك يعني. تفضل. وانا بصلي بقوم بعد او بعد التكبير بعد ما اخش في الصلاه بفتكر يعني المعاصي اللي عملتها فبحس ان انا ببكي، فهل البكاء ده يبطل الصلاه؟ هل ماذا؟ قاعد بقى يعني وانا بصلي بفتكر يعني المعاصي اللي انا عملتها فببكي، يعني ببكي من المعاصي اللي انا عملتها، هل يبكي يبطل الصلاه ولا ما يبطلش الصلاه؟ لا، البكاء لا يبطل الصلاه، الاخ يتذكر المعاصي التي اقترفها فيبكي في صلاته، البكاء لا يبطل الصلاه، ولقد قال تعالى في كتابه الكريم ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، فالبكاء لا يبطل الصلاة. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، يعني أو تعني في الصلاة، فالبكاء في الصلاة لا يبطلها، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. إذاك يا شيخ مصطفى، إني أشهد الله أن أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ، هل يجوز لاعب الكرة في برا مصر أن يفطر إذا كما أجاز المفتي علي جمعة أنهم يفطروا لعب في الكرة؟ لا يجوز، لا يجوز للاعب الكرة أن يفطر. في سؤال ثاني شيخ. نعم. ما رأيك في شيخ الناس اللي تفرج على الكرة ويهتفوا يعني وضيعوا وقتهم أمام المباريات وكلام وشتم وكذا يعني؟ يا ريت توجه، يا ريت يا شيخ مصطفى توجه لهم رساله يعني. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاه والسلام يعني. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، اما لاعب الكره هل يجوز له الفطر لمجرد اللاعب؟ الفطر لمجرد اللاعب لا يجوز، وحرام ان يفطر لذلك، وهي كبيره من الكبائر. اما اذا كان مسافرا او كان مريضا فإن رب العزة قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما لمجرد لعب الكرة فليس عندنا نص يفيد أننا نفطر من أجل اللعب. هذا وعن الهتافات والصخب والتسابب والتشاتم بين المتفرجين على الكرة، فهذه سفاهة وأراهم سفهاء، وعليهم أن يحافظوا على دينهم وعلى حياتهم وعلى صحيفة أعمالهم من التلوث، فإن كل ما يصنع ويقال يسطر في صحائف الأعمال، فلا يلوث أحد صحيفته بذكر فلان وفلان من اللاعبين
وبالتسابب والتشاتم والمهاترات، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت يا شيخ، مع حكم ختمة القرآن على الميت، بس بالله عليك بإتقان السنة، تعبت مع أهلي هنا في حكاية موضوع ختمة القرآن دي، إن هي حرام. أنا عايزة أن حضرتك أدلة عشان أعرف أرد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يكفي من القول أن أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع ذلك، وأصحابه رضي الله عنهم لم يصنعوا ذلك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما لم يرد ذلك منعنا منه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان الشيخ، الحمد لله، كل عام حضرتك طيب وأنت بخير وعافية. الله يبارك فيك يا رب. والله كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. في جنب يعني جامع، فبيأذن قبل قناة الرحمة بيجي 5 دقايق، نفطر على أذان الجامع ولا نستنى أذان قناة الرحمة؟ حسنا أنا بحتار في كده والله. أنت من أي البلاد؟ من أي البلاد؟ أنا من مصر، في مدينة السلام. لا، انتظري إلى أن تغرب الشمس، انتظري إلى أن تغرب الشمس. فإذا كان إذا كان المؤذن عندكم يؤذن مع غروب الشمس، أفطري مع المؤذن ولا تنتظري أذان أحد. إذا كان المؤذن مشهود له بالدقة والأمانة ويؤذن عند غروب الشمس، فأفطري مع المؤذن، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اني احببك الله. احبك الله الذي احببتنا. كل سنة طيب والأمة الإسلامية كلها بخير يا رب. اللهم امين يا رب. السؤال الأول يا شيخ، زوجتي كانت حامل ففترة رمضان اللي فات حوالي 6 أيام أو 7 أيام تقريبا، وجي عليها رمضان دون، هل تقضي بعد رمضان إن شاء الله الأيام اللي عليها؟ نعم، تقضي بعد رمضان. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، أنت سمعت الجواب؟ آه إن شاء الله. نعم. السؤال الثاني، ما معنى كان الرسول يقبل ويباشر؟ ما معنى كلمة يباشر؟ يباشر المباشرة، التقاء البشرة بالبشرة، وأحيانا تطلق المباشرة على الجماع، لكنه ليس المراد هنا يقينا، لأن الجماع مفطر بالإجماع. أما المباشرة أصلها التقاء البشرة بالبشرة، فهذا قد يشمل الضم والتقبيل ونحو ذلك، وأحيانا تطلق على الجماع لكنه ليس المراد ها هنا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. فضل حضرتك، بس عايز أسأل على، عايز أطلع مبلغ من المال اللي هو يعني زكاة مال، أنهي مصارف بس يكون موثوق فيها أن أنا أقدر أطلعها فيها؟ حضرتك من أي البلاد؟ نعم، من أي البلاد أنتم؟ أنا من القاهرة. والله أنا لا أعرف مواطن في القاهرة، ما يعني لا أعرف أماكن، ليس لي اتصال بأحد في القاهرة، إلا أن هناك بعض الجمعيات في العجوزة تقوم عليها فاضلة اسمها الأخت منى بنت صلاح، لها جمعية اسمها منابر النور، وأراها تتحرى، أراها تتحرى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. زي حضرتك يا شيخ. الحمد لله. السلام حضرتك طيب. وأنت طيبة. ممكن عندي بس عدة أسئلة حضرتك، ممكن أسألك؟ اتفضل يا أخت. طيب، أول سؤال، الدعاء في الوتر السنة مؤكدة عن الرسول أم تركها فعلها؟ أقول الثاني؟ نعم. الثاني، مثل المرأة للمصحف وهي حائض بغير حائل، حكمها إيه؟ والثالث، هل سورة الإخلاص تعدل في الأجر ختم القرآن؟ والرابع، سجدة التلاوة للحائض تجوز أم لا تجوز؟ جزاكم الله خير وربنا يبارك في حضرتك. وجزاك الله مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر وترك، أم ما شأن النبي في الوتر في الدعاء؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقنط في الوتر لا يثبت منها خبر، إنما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي كلمات يقولهن في الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخره. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فلم يرد بسند ثابت أنه قنت في الوتر، إنما علم الحسن بن علي، فهي سنة قولية إذن
سنة قولية أو تعليمية علمها بعض الصحابة، فعلى ذلك إن قنت فلا حرج وإن تركت فلا حرج. أما مس المرأة المصحف وهي حائض فتلك مسألة اختلف فيها العلماء، وإن كان الجمهور على المنع، والذي ورد في هذا الباب آية وحديث. الآية قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، والحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. أما عن الآية فقد أجاب عنها فريق بأن الآية في الكتاب المكنون اللوح المحفوظ الذي عند الله، وأن الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر ضعيف، ولذا ذهبت فئة من أهل الحديث إلى جواز مس المصحف للحائض، والله أعلم. كان خروجا من الاختلافات مسيه بحائل، بارك الله فيك. أما سورة الإخلاص هل تعدل في الأجر مثل سورة مثل ثلث القرآن؟ الأمر ليس كما ذهبت إليه، إنما العلماء لما شرحوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قال فريق منهم إن القرآن في الجملة مقسم إلى ثلاثة أقسام، جزء أو ثلث يختص بالعقائد كعقيدتنا في الله، عقيدتنا في الجنة، في عقيدتنا في النار، عقيدتنا في الرسل، عقيدتنا في الكتب إلى غير ذلك، وقسم يختص بالقصص والأخبار، وقسم ثالث يختص بالأحكام والتشريعات. فسورة قل هو الله أحد تعدل من هذا التوصيف ثلث القرآن فيما يتعلق بأقسامه كالتوحيد ونحو ذلك، فإن فيها توحيد قل هو الله أحد، وهذا نفي للشرك، الله الصمد انتهت إليه السيادة والسؤدد في كل شيء، لم يلد ولم يولد رد على النصارى واليهود، ولم يكن له كفوا أحد. فهي ثلث القرآن باعتبار أقسام القرآن العامة الثلاثة، والله أعلم. أما عن سجدة التلاوة للحائض فقولان للعلماء الجمهور يمنعون من ذلك قياسا على الصلاة، وهناك فريق من أهل الحديث جوز لها أن تسجد بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية السجدة من سورة النجم، فسجد كل من كانوا معه من المسلمين والمشركين والإنس والجن، قال أعني المجوز، ويبعد أن يكون الجميع على طهارة آنذاك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. انا احبك في الله يا شيخ مصطفى. احبك الله الذي احببتنا له. بعد اذن حضرتك انا عندك سؤالين، واستاذ المصحف شويه تصبر على الحين ما انتهي من السؤالين باذن الله. الله المستعان. الله يكرمك. اول سؤال حضرتك، اذا صلينا خلف الامام والامام قام للركعه الخامسه، يعني صلاه الظهر او صلاه العصر والامام قام للركعه الخامسه، فهل يجوز ان انا اترك اخالف الامام واكمل التشهد واسلم؟ هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني، والسؤال الثاني يا شيخنا، التشهد الاخير حكم الصلاه على النبي فيه، هل هو ركن ام واجب؟ ولو قصرت على اللهم صل على محمد فقط يجوز ام لا يجوز؟ وجزاك الله خير يا شيخنا. السلام عليكم. وجزاك الله مثل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، اما اذا قام الامام لركعه خامسه وانت موقن والمصلون موقنون أنه قام إلى ركعة خامسة فيسبحون، إذا رجع رجع، وإن لم يرجع بقيتم أنتم على مصافكم إلى أن يأتي بركعته ثم يسلم فتسلمون معه. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فقد أوجبها عدد من أهل العلم، لكني لا أعلم دليلا على الإيجاب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام يا شيخ. تفضل. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ كل سنة وانت طيب. الحمد لله، بارك الله فيك وانت طيب. يا شيخ مصطفى، سؤالي بالنسبة للميراث والورث وكده، يعني أنا دلوقتي أبويا كان مسافر، وبعدين كل اللي كان بيشتغل بيه والفلوس اللي كان بيجيبها كان بيبعتها لجدتي، وجدتي بعد ما هو خلص شغله خلاص، يعني كتبت كل حاجة لأمي اللي هو مسافرش ولا راح ولا عمل أي حاجة، كتبت له كل حاجة، وأبويا ما كتبتلوش أي حاجة خالص، وابويا كده اتظلم. فانا دلوقتي رافع قضيه على عمي وعشان الورث وكده، بس يعني هو هيتحبس لو انا خدت حقي، هو هيتحبس، فانا مش عارف كده اذا كان هذا بقى حرام ولا حلال، فكنت عايز اعرف حكم الشرع في الموضوع ده. اسالك سؤالا، اسالك سؤالا،
هل أنت مسامح لعمك أو غير مسامح؟ لا مش مسامح طبعا، مش مسامح. أنا ما عنديش، أنا محتاج الفلوس. طيب اللي هي اصبر علي يعني. اصبر علي الآن، أنت خايف من تش مسامح وخايف على عمك من الحبس الدنيوي، ألا أليس عمك سيعذب في الآخرة إن ترك؟ هو عارف أكيد هيعذب في الآخرة طبعا. يعني هل أنت الآن ترضى لعمك أن يعذب في الآخرة أم يعذب في الدنيا، أيهما أيسر؟ أنا بسأل حضرتك عشان كده. ما هو بين أمرين، ما دمت لم تسامح ارفع عليه قضية، ويجوز رفع القضية على الأب أحيانا أو على الأم أحيانا، والشرع لا يمنع من ذلك، بل هذا من نصرته مظلوما، عفوا من نصرته ظالما. يعني أحيانا تنصره ظالما بأن تحمله على أداء الحقوق لأهلها. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا، عايز أسأل عن الزكاة أطلعها وأطلعها إزاي، يعني بثبتها إيه أو كذا. زكاة ماذا يا أختي؟ الزكاة اللي هي بتطلع في رمضان. يعني زكاة المال ولا زكاة الفطر ولا؟ زكاة المال. طيب أنت معك مبالغ أكثر من قيمته 97.2 جرام ذهب؟ لا أنا بتكلم عن الزكاة مثلا، إن معانا فلوس مثلا شايلينها، فحايز أعرف أطلع عليها قد إيه. يعني فلوس أكثر من 30,000 جنيه مثلا؟ تخرجي يعني الفلوس كلها عن كل 1025. طب وبالنسبة مثلا لقبض مثلا الشهر أو كده، ده دي زكاة ولا إيه؟ لا المرتب الشهري ليس عليه زكاة. شكرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله. إن أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ وصلحت، أنا قاعدين في قرية فيها كذا مسجد، كل مسجد بيأذن بين كل مسجد ومسجد دقيقتين وثلاث دقائق، وفي نفس الوقت في أذان الفجر، فمش عارفين وقت الإمساك بيكون إمتى ووقت الفطور بيكون إمتى، بنتخلبط يعني بين المساجد. وفي سؤال تاني عزك الله، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الجاه شيطان وفي لحية سرح شعرات، هل هذا الحديث يعني صحيح عم ما سمعت مطلعه منك؟ قاعد الحديث ولا الحديث اللي هو فيه ان ابليس لعنة الله عليه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وفي لحيته سبع شعريات وهذا مش عارف ان هذا الحديث صحيح ولا كيف. لا لا يصح، لا يصح. طب هل عند دفن الميت هل يجوز للإنسان أن يجلس أمام القبر لمدة 50 دقيقة أو أكثر أو أقل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما في الفجر فتحرى شيئا ما، أن تحرى أن تتأكد من دخول الوقت، تحرى دخول وقت الفجر وغروب الشمس، لا تفطر إلا إذا تأكدت أن الشمس غربت. أما هل يمكث الشخص عند القبر قدر 50 دقيقة؟ أعلم أن الأثر الذي فيه إذا أنا مت فقوم عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي، هذا الكلام ليس من كلام رسول الله، إنما من كلام عمرو بن العاص رضي الله عنه. فإن جلست دقيقتين، 3 دقائق، 4 دقائق، 5 دقائق، جاز، كل ذلك جائز والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. لو سمعت يا شيخ. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: أبي يريد مني أن أطلق زوجتي وأنا لا أرغب، ماذا أصنع؟ إن كانت زوجتك امرأة صالحة تقوم بأمر الله وبحدود الله فأبقي عليها، أما إذا كانت زوجتك ليست بصالحة وأبوك يريد منك أن تطلقها بسبب عدم صلاحها فأطع أباك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤالين. السؤال الأول أريد أن أسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أقسم من لا غيرة له. نعم.
والسؤال الثاني لا ما سمعت الحديث. اقتلهم الله غير فلا. نعم اقتلوا من لا غيرة له. اقتلوا من لا غيرة له. نعم. لا يصح عن رسول الله. نعم. نعم. السؤال الثاني بارك الله فيك. نعم وفيك. يعني الإمام صلى ركعة الحادية عشر يعني الوتر ولم أسلم معه وقمت بركعة أخرى هل هذا فعل جائز؟ يعني أنت قمت بعد أن سلم الإمام من الوتر وأتيت بركعة جديدة لأنك تريد الصلاة بعد ذلك لا بأس عليك ولا على فعلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. بارك الله فيك تفضل. فضلكم الله. سيدي ما حكم قيادة في أو قيادات شركة بتروجاز الذين يأمرون بتخفيض الإنتاج إنتاج أنابيب الغاز إلى 50%، وأرجو من فضيلتك نصيحة لهؤلاء من أذكرهم قيادات الأزهر المنظومة الأمنية وأمن الدولة والحزن الوطني والمخابرات والمحافظين ورؤساء الأحياء وكثير من رجال الأعمال الذين يعني نقول أدائهم واضح جدا في الثورة المضادة وحرب لصميم هذا البلد ونصح لهم وما يعني هل يجدي ونصيحة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي أنه يأخذ صلاحياته ينتزعها. جزاك الله خير. السلام عليكم. بارك الله فيك وجزاك الله مثله. بلا شك أن الذي يسعى للإفساد في الأرض مرتكب لكبيرة ويستحق العقاب. مرتكب لكبيرة الذي يسعى بالإفساد في الأرض، فالإفساد في الأرض كبيرة تستحق العقاب، ويلزم أن تتخذ إجراءات ردع لكل من سولت له نفسه أن يفسد في الأرض، وعلى حسب قدر الإفساد تتأتى العقوبات. وجدير بالأخ الرئيس محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير أن يعمل مبدأ الثواب والعقاب، وهذا في كتاب ربنا إذ الله قال يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ومعلوم بارك الله فيكم أن سليمان تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فجدير بالمسلمين أن يتعاونوا لكشف أستار مريدي الإفساد في الأرض ولإيقاع العقوبات عليهم حتى يذهب شرهم وحتى تنقطع جذورهم. نسأل الله سبحانه التوفيق لكل خير يرضي عنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت فضيلة الشيخ. تفضل. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول هل يجوز أن ندفع زكاة المال لأخوي وهو قاعد في البيت لوحده ومحتاج؟ نعم. يجوز أن ندفع زكاة المال لأخوي وهو قاعد في البيت لوحده وهو محتاج؟ يجوز. والسؤال الثاني يجوز علي كفارة يمين يجوز أطلعها فلوس لأهل سوريا لأن المنطقة اللي أنا فيها ما أعرفش الفقراء؟ عفواً عليكم السلام. أما زكاة المال لأخيك الفقير المحتاج الذي يعيش في بيت مستقل فلا بأس بذلك، أما كفارة اليمين فأنا ما سمعت السؤال جيدا. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين كما أمر الله، إن عجزت صمت 3 أيام ولا تجتهد فيها. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إيه والله حضرتك الشيخ لي أخت كان معاها مبلغ من المال وهي نسيت إن عليها فريضة الحج وفرقت المبلغ على أولادها، وبعد أن فرقت المبلغ على أولادها تذكرت إن هي كان المفروض تطلع تحج، هل كده عليها إثم؟ إذا كانت نسيت كما تدعين فلا إثم على الناس.
السلام عليكم. إذا كانت ناسيت كما تدعين وليس عندها الآن مال فلا إثم على الناسي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ لو سمحت. تفضلي. ما حكم لعب البلايستيشن والنت في أوقات بعيدة عن أوقات الصلاة؟ مكروه. مكروه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. عندي سؤالين يا عم الشيخ عندي أسألك فيهم. اتفضل يا أخي الكريم. أنا كنت شاري منزل من قيمة سنة كده. والمنزل كان معمول 120,000 جنيه. وكتبنا العقود واتفقنا وفي شرط جزائي اللي يرد في كلامه ب 100,000 جنيه. فجي صاحب المنزل رجع في كلامه بعد أسبوع قال لي الجيران عايزينه وكده ولازمينه المنزل. فرجعوا في كلامهم تاني. فالناس اهل الخير القاعده الوفيه فرضت له 10,000 جنيه فوق فلوس اللي انا دفعتها. كنت دافع مقدمه 20,000. معايا يا عم الشيخ؟ معاك. فهل انا ال 10,000 انا خدتهم فوق فلوس دول من حقي ولا مش من حقي؟ انتوا كاتبين شرط جزائي. كان في شرط جزائي ب 100,000 فالناس يعني خفضوا المبلغ الى 10,000 عشان الظروف بتاعت الناس. ان شاء الله اراك ارى لك حقا فيها والله اعلم. طب في سؤال تاني يا عم الشيخ بس. نعم. في واحد صاحبي حاطط وديعة في البنك الإسلامي في الأردن هنا بدون أرباح يعني، فهي حلال أم حرام؟ وديعة بدون أرباح؟ آه بدون أرباح. يعني هيستلمها كما هي؟ أيوة، حط 100 دينار مثلا يستلمها 100 دينار، حط 1000 دينار يستلمه 100 دينار. لا اسم في ذلك. ماشي يا عم الشيخ. نعم. ماشي. السلام. شكرا. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. يا شيخ. إذا أختي جالها في ربع يوم رمضان كده نزل عليها زي سائل بني خفيف جدا وعلى مراحل متقطعه يعني بين كل فتره وفتره حوالي 3 ساعات ونقطتين، فهي كملت صيامها بعد كده. عفوا عفوا، هذا في زمن الحيض ولا لا؟ اه حضرتك، في زمن الحيض، لان بعدها في اليوم اللي بعدها على طول نزلت لها وقعدت 4 ايام، يعني جت لها الدوره وقعدت 4 ايام وبعد كده صامت. ففي اليوم اللي هي صامته ده اللي هو هيبقى بعد الاربع ايام على طول جت لها بعد الفطور نزل عليها سائل احمر فاتح جدا جدا جدا. كم مده يعني حيضاتها الشهريه؟ نعم. كم لا هو لا ريحته مش كريهه، هو فاتح كم جدا. كم مده الحيض الشهريه لها؟ والله يا شيخ هي ما تعرفش، لان هي بتركب وسيله فالحاجات دي ما بقاش ليها اوقات، يعني بتقعد ساعات بخمس ايام اربع ايام. فهي دلوقتي الاستحاضه دي هي ما صلتش التراويح ولا صلت التهجد بالليل، بس صامت في اليوم اللي بعديه. هل كده الصيام ده مقبول ولا ايه؟ ما انا ما اعرفش، لان السؤال غير واضح. انت بتسالي سؤال غير واضح. ان كان الذي نزل دم حيض فلا تدعي انها استحاضه. الاستحاضه جرح عميق، جرح ينزف. فاعيد اليوم احتياطا. يعني هي كده يبقى اعيد اليوم احتياطا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يجازيك عنا كل خير ويتقبل. وياك تفضلي. لو سمحت يا شيخ لي عند حضرتك 3 أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، وربنا من علينا وأطعمنا مجموعة من الناس، فيجوز لي أن أنا أعمل يعني يبقى لي نيتين، نية أجر الواحد متوفى ونية صدقة وتقرب إلى الله ولا لا؟ نية أجر ماذا؟ نية أجر ماذا يا أختي؟ إيه يا شيخ؟ نية ماذا؟ نيتين، نية أن أنا مثلا عاوز أوهب الثواب بتاع الإفطار لميت للمتوفى. أيوة. والنية الثانية أن هي تصدق يعني وكده. لا لازم يلك يلوه أصلا. إيه أو جزء لك أو جزء له. يعني يجوز لي النيتين في الإفطار؟ لا ما في نيتين كده. أنت تتصدق عن شخص، عن ميت أو عن نفسك؟ يعني هي حاجة واحدة بس. نعم. طيب ماشي. والسؤال الثاني، عاوز حضرتك توضح لي ازاي اعتكف في العشر ايام الاخر في رمضان وانا ربة منزل ومثلا بروح اشتري حاجه او اطبخ وكده، فعايز اعرف كيفيه الاعتكاف بالظبط. يعني هتعتكف وتذهب تشتري حاجه لك في الاعتكاف ولا لاسرتك في البيت؟ لا ليا انا بس وزوجي، انا وزوجي بس، فانا عاوز ازاي اعرف. لا يعني انت وزوجك الان، انت معتكفه وزوجك معتكف ولا تريد تخرجي من الاعتكاف تجيبي اكل لزوجك وتطبخي لزوجك؟ لا يا فضيلة الشيخ، أنا عاوز أعرف إزاي أعتكف في العشر أيام الأخر وإيه هو طريقة. إذا اعتكفت العشر الأواخر تبقين في المسجد، لا تخرجي إلا للحاجة والضرورة التي تستدعي أن يخرج المعتكف كقضاء الحاجة
أو أكل وشرب إذا كان الأكل والشرب لا يدخل المعتكف. وأنا في بيتي يعني أنا في بيتي مش ولا يحصل جماع في بيتك. إزاي كيف في بيتك؟ يعني في بيتي عادي مش لازم في مسجد الاعتكاف؟ لا الاعتكاف في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد. يعني ما ينفعش اعتكاف في بيتي؟ لا لا مش اعتكاف في بيتك. طيب ربنا يبارك فيك. اعتكاف في بيتك بالمعنى الشرعي الذي هو اعتكاف الالتماس ليلة القدر ونحو ذلك. الاعتكاف يكون في المسجد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. والله يا شيخ دلوقتي في مشكله بيني وبين والدي. ماشي شيخ. وبعد ذلك فالمشكله ديت يعني كنت بحوش عن واحد بيتخانق. والدي كان بيتخانق مع واحد يعني. فاني بحوش والدي اتخانق معايا وضربني وعمل معايا مشكله كمان وضرب والدتي فبصراحه يعني برضو اتكلمت معاه بطريقه مش كويسه وكده في اليومين دول. ده كان ما كنتش غلطت والله. انا كان كل غرض ان انا احوش عن البني ادم اللي هو بيتخانق معايا ده. مجرد ان انا قلت له بس معلش يعني غلط كده غلط وبتاع ما ينفعش انك تمسك فيه عشان ده اصغر منك ممكن برضو اتخانق معاك. ضربني وشتمني وبهدلني قدام الناس وانا ما اتكلمتش. انا اللي زعلني كله هو ضرب والدتي بس. لك نيتك لك نيتك والله يعلم المفسد من المصلح. فجزاك الله خيرا. والله هي كانت نيتي ان انا احوش بس اشيل الاذى دي. هو ضربني خلاص وكمان مشكور. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. على اسم لا ان شاء الله لا اسم عليك. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله. الله يكرمك. ان شاء الله بالنسبه للاضحيه انا في علي عقيقه لبنتي. هل ينفع الاضحيه والعقيقه بنيه واحده من الشيخ؟ لا يصلح. لا يصلح الا اذا اشتركت في بقره جزءا اضحيه وجزءا عقيقه لا باس. اما الشال وحيده او الشاتان تجعلهما للاضحيه والعقيقه في ان واحد لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معلش يا شيخ بس عندي سؤال. الله يخليك. اتفضل. بالنسبة لموضوع الزكاة عندي أرض بطلع عليها زكاة كل سنة. فهل الزكاة على رأس المال ولا على النسبة اللي هي الربح كل سنة؟ عفوا هذه الأرض أرض زراعية أو أرض معدة للتجارة وأنت تاجر أراضي؟ أرض بهدف التجارة يا شيخ. يعني أنت عندك أرض موقوفة معدة للتجارة؟ أرض أنا جايبها بهدف التجارة. عليك على رأس المال مع الربح. نعم. فهل الزكاة على رأس المال جميعا ولا على مقدار الربح فقط؟ نعم على رأس المال مع الربح. رأس المال مع الربح. نعم كل سنة. نعم. طب بالنسبة يا شيخ بالنسبة اللي هي اللي احسبها بها ازاي؟ انت الآن بتعلن الأرض للبيع. تمام. قد تكون مثلا قيمتها 1000 ولن يأتيك أحد. لكن إذا قلت ب700 يا جماعة أنا أبيع ب700 يأتيك المشترون. تمام. فتربط الزكاة على هذا السعر الذي يأتيك عنده المشترون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. وفيك بارك الله. جزاك الله كل خير. وإياك. لي سؤال واحد. الله يبارك فيك. اتفضلي. هل يجوز للفتيات التي يبلغ عمرهن فوق 21 ولا 22 وغير متزوجين الصلاة في المسجد؟ يجوز لهن ذلك إذا كانت الفتنة معدومة. نعم. نعم. بارك الله فيك. وفيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل هل يعتبر الاستحمام وضوءا؟ نعم يعتبر إذا نويت ذلك. قال عبد الله بن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت يا شيخنا أنا عندي اشتريت قطعة أرض ب 30,000 جنيه.
نعم. وبعدين موجودة يعني خلصت كنت أخذها جست وخلصتها من سنة جست وخلصتها من سنة واشتريت على أساس إن أنا بعد سنة واثنين أو ثلاثة أبيعها يعني تكون جابت فلوس فبكيت الزكاة تكون إزاي؟ يعني إجمال القول أنت اشتريت الأرض للتجارة فيها أم قنية تقتنيها لأولادك ولنفسك؟ لا يعني أخليها على أساس أن حتزيد فلوسي ما بعد سنة يعني إذا كانت الأرض مشترى للتجارة فيها فعليها وعلى ربحها الزكاة. إذا كانت الأرض اشتريت كقنية اقتنيت لك ولأبنائك فليست عليها زكاة والله أعلم. طب يعني ازاي قنية يعني شيخنا ازاي قنية؟ لم أفهم ماذا تريد وقد أجبت بالذي فهمت والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. جزاك الله خير. وياك. شيخ في اليوتيوب حاطين عنك انك قلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أرضعت أحد من الصحابة؟ لا، عائشة كان لها رأي فقهي رضي الله عنها خالفت فيه الجمهور. نعم. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأكرم الله منازلها، نعم، كانت ترى أن إرضاع الكبير يحرم. نعم. إرضاع الكبير يحرم وخالفت في ذلك جماهير الصحابة. نعم. رضي الله عنهم، صحيح مسلم هذا. نعم. فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت ترى أن رضاع الكبير يحرم والصحابة الآخرون خالفوها في هذه المسألة فاجتهدت وجنبها الصواب في هذه المسألة. هذا الذي أقوله. نعم. هم يدعون أنك أنت قلت أن هي الأرضعت أو يعني أنا أقول لك الذي ذكرته الآن. جزاك الله خير. عائشة رضي الله عنها كانت ترى أن إرضاع الكبير يحرم، سائر الصحابة خالفوها في ذلك وقالوا إن إرضاع الكبير لا يحرم ولا قيمة له لقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والحمد لله عندنا كأهل السنة لا نعتقد في عصمة الصحابة كما يعتقد غيرنا في عصمة أئمتهم، إنما المعصومون الأنبياء معصومون عصمة تبليغ الشريعة. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فممكن أن يجتهد أحدهم اجتهادا يخالف سائر الصحابة فيه، فبارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اتفضل. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سيجارة وعاوز أعرف أطلع الزكاة عليها إزاي، علما بأن فلوس التجارة كلها ديون عند ديون برا خارجية وأنا علي ديون، والديون دي في فلوس منها بقالها مدة يعني تزيد عن سنة أو سنتين وأنا بطلع عليها زكاة، فمش عارف إيه الحل فيها وأنا مش عارف هل هتيجي أو مش هتيجي. الديون الحية التي تعرف أنها سترجع تزكى، أما الديون الميتة أو التي لا يتوقع رجوعها فإن أتت أخرجت عنها زكاة سنة، إن لم تأتي فلا زكاة فيها عن الديون الميتة والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الفاضل أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لدي ثلاثة أسئلة إن تفضلت. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، عائلتي يجبرون علي حلق اللحية وأنا لا أريد، وإن لم أحلقها يقاطعوني ولا يكلموني ويمارس علي ضغوطات. السؤال الثاني، لدي زميل في العمل يتحدث معي على النساء والكلام البذيء والفاحش وأنا لا أريد، فماذا أفعل؟ السؤال الثالث السؤال الثالث
هل أثناء العمل عندما أريد الذهاب لقضاء مصالحي هل أستطيع أم لا؟ هل هذا حرام أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن حلق اللحية فلا تحلقها، فلا تحلقها وإن أبت عائلتك. أما عن زميلك في العمل فاعتزله قدر استطاعتك ولا تطاوعه فيما يذهب إليه من الفسق. أما قضاء مصالح أثناء عملك فيكون هذا بقيدين، بإذن المدير مدير العمل، والقيد الثاني أن لا تتعطل مصالح المسلمين بسبب تخلفك. السلام عليكم. عليكم السلام الشيخ. نعم. مثالين يا شيخ. تفضل. بالنسبة لزكاة المال. راجل عنده أسرتين. في أسرة مطلق أمهم بس مع بنت يعني بتجهز الجواز. بالنسبة لزكاة المال نديها لأبوها راجل يعني فقير، نديها لأبوها أو نديها للبنت هي تجهز نفسها؟ وهل يجوز إخراج الزكاة قبل معاده بشهرين علشان رمضان؟ بس وشكرا. عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما إخراج الزكاة قبل موعدها بشهرين فذهب إلى جواز هذا، أعني زكاة المال لا زكاة الفطر، فقد ذهب إلى جواز هذا عدد من أهل العلم وإليه أميل والله أعلم. أعني يجوز إخراج زكاة المال قبل حلول موعدها إن دعت الحاجة إلى ذلك قبل خروج حلول موعدها بشهر أو شهرين. أما عن البنت التي تجهز، الذي يعطى المال والدها يعطى لفقره لا لتجهيز للبنت، إنما يعطى لفقره إن كان من أهل الاستحقاق، إن كان من المصارف الثمانية والله أعلم. السلام عليكم. أنا أحبك في الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. أقول لك يا شيخ لي عندك سؤالين بس. تفضل. السؤال الأول، أنا بعد الفجر بعد ما نمت أحلمت أنني ربيت لحيتي بس منظرها مش كويس يا قوي، أن كل ما نيجي نحلقها نتردد. والسؤال الثاني شيخ مصطفى، هل الرؤية تبان في المنام؟ نعم. هل الرؤية بتاع شهر رمضان تبان في المنام؟ الرؤية في رمضان هل واجبة التحقق يعني تقصد؟ الرؤية بتاع شهر رمضان تبان في المنام يعني أنا ونايم شيخ مصطفى؟ رؤية يعني أي نعم. يقول لما هل الرؤية التي في رمضان يلزم أن تتحقق؟ لا يلزم أن تتحقق الرؤية في رمضان ولا في غير رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حاصل الرؤية على ثلاثة أقسام: حلم من الشيطان، ورؤية من الله، وحديث للنفس. أما تفضل. السلام عليكم. تقول السائلة، هل إفرازات المرأة العادية تنقض الصيام؟ إفرازات المرأة العادية لا تنقض الصيام والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اللهم لك الحمد، الله يسلمك. شيخ، انا عندي في البنك 100,000 جنيه. طيب. وعندي قطعة أرض ثلاث أراضي مباني يعني، بس مش عارف يعني هنبني أو مش هنبني. ما أنا يعني للتجارة مش تجارة، يعني مش في دماغي للتجارة ولا مش للتجارة. وعندي قطعة أرض برضو فدان أرض زراعية، بس ما باخدش من أي حاجة يعني، ما ندول سبها الأهل يعني يزرعوا فيها وكده يعني. فدان الأرض الزراعية والأرض التي أنت متحير فيها وليس في نيتك شيء مخصوص، ليس على هذه ولا على تلك زكاة، إنما الزكاة على 100,000 سئلة التي معك، أخرج عنها 2,500 والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله يا شيخ إننا في سؤال محيرني شوية. ما السؤال؟ السؤال دوت بإني دخلت دلوقت المسجد وصليت السنة، فلما قعدت أصلي السنة طبعا قمت أول ركعة
فالجامعة حلوة، راحوا جايين الصلاة اللي هي صلاة الفرض، أكمل صلاة السنة ولا أروح الفرض؟ أكمل صلاة السنة متجوزا فيها لقول الله تعالى لا. ولا تبطلوا أعمالكم. أما حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فالمعنى لا شروع في صلاة إلا في الصلاة المكتوبة. أما الذي ابتدأ صلاة فيتمها عند الجمهور، وذلك لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى اتفضل. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمعت حضرتك الوقتي إيه الفرق حضرتك يا شيخ مصطفى لو سمحت في الفرق بين الحلم والمنام حضرتك، وهل الحلم ده مثلا ممكن يعني يبقى حقيقة أو كده أم يعني هو باطل الحلم؟ لا، الحلم والمنام شيء واحد عند الناس، لكن أحيانا الحلم من الشيطان والرؤية من الله. الشيء المكروه من الشيطان الذي يخوف به العباد في الغالب، والشيء المحبوب المبشر من الله في الغالب. في الغالب هناك حديث للنفس بين ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا مصطفى. الحمد لله. حضرتك يا شيخ مصطفى، صلاة تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هي لحد الإمام ما يركع، ولا هو طول ما بيكره هو الفاتحة هذا تكبيرة الإحرام؟ والحديث اللي هو من صلى 40 فرض 40 وقتا اللي هو ياخد براءتان براءة من المشرك وبراءة من النار، هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ حديث الله يحفظك وإياكم، من صلى 40 صلاة لا تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، ضعيف لا يثبت. أما متى تدرك تكبيرة الإحرام؟ قال بعض العلماء ما لم يشرع الإمام في قراءة الفاتحة، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. تفضلي. رمضان كريم الأول. الله يبارك فيك يا الله سبحانه. هو هل يجب الاغتسال من الحيض في نهار اليوم ليقبل الصوم؟ لا، إذا كنت طهرت ليلا ونويت الصيام ولكنك لم تغتسلي جاز لك أن تصومي وإن اغتسلت بعد الفجر، لكن إن لم تر الطهر إلا في النهار فلا يعتبر الصوم. أيوة. ولو سمحت يا شيخ عندي سؤال تاني، إذا رأيت سائل لونه ليس دما، إنه ليس دما ولكنه أفتح شيء لونه فاتح جدا، هل يعتبر هذا حيض واغتسل منه وعصوم ولا يعني ماذا؟ السائل هذا نزل في وقت الحيض؟ لا، هو بعد وقت الحيض. يعني لونه لون دم الحيض؟ لا لا خالص، يعني ليس لونه لون دم الحيض ولم ينزل في زمن الحيض. يعني مثلا في اليوم الخامس مثلا في اليوم الخامس. انا عايز اركز في السؤال الله يحفظك. اذا لونه ليس لون دم الحيض ولم ينزل في زمن الحيض لا يعد حيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. هيا يا شيخنا. نعم تفضل يا شيخنا. بقول لك الحقن، الحقن وقت الصيام، لو مثلا واحد مريض واخد حقنه مثلا ساعه الصيام او البلغم، يعني ده سؤال، والبلغم لو مثلا يعني اجف حنكي ورجعت ايه تفيت ثاني، هل او بلعته هل يبطل الصيام؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فالحقن التقيه احوط. ان اضطررت اليها خذها وحافظ على صيامك، واحتياطا أعد يوما مكانا. لا أفهم معي. قلت لك الحقن ابتعد عنها أفضل في نهار رمضان، إن عجزت واستلزم أمرك حقنة خذها وحافظ على صيامك، واحتياطا بعد أعد يوما مكانا. أما البلغم فلا يفطر الصائمة. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم،
وأن يجعلها دائما مباركة ميمونة داعية إلى الخير. آمين آمين آمين. وأسأل الله أن يحفظ العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم أيها الإخوة والأخوات على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا. وأسأل الله أن يوفق الأخ الرئيس محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير، وأن يعينه على أعباء الرئاسة، وأن يمسكه بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأوصيه أن يحتفظ بصلاته القوية بالصالحين وأهل الديانة وأهل القوة في الاختصاصات وغيرهم. بارك الله فيكم. هذا. وقد نما إلى علم إرهاصات أنه يجمع تعيين الأخ الدكتور محمد ابن يسري وفقه الله لكل خير كوزير للأوقاف. بلغني أنه سيرشح لذلك أو رشح لذلك، فهذا خبر طيب، وأسأل الله أن يتمه على خير. فالأخ الدكتور محمد ابن يسري وفقه الله لكل خير، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه من أهل الأزهر المعتدلين المعتدلين، ليس عنده غلو وليست عنده عياذا بالله مسائل زيغ في عقيدته ولا شيء من هذا، فمن أهل الأزهر المعتدلين المتزنين. ثم إنه متخرج من الأزهر، فهذا ترشيح مبارك، أسأل الله أن يتمه على خير وأن يبارك فيه. هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي نصارى مصر للالتزام بالإسلام ودخول هذا الدين الحنيف وترك شهادات الزور على رب العالمين، فإنهم بقولهم إن المسيح ابن الله يشهدون شهادة زور على ربهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. دعواهم أن المسيح ابن الله شهادة زور على رب العباد. وأنصح الصوفية في هذه الأيام المباركة بأن يتركوا ما هم عليه من الضلال بقولهم مدد يا فلان مدد يا فلان من الأموات، فهذا ضلال. وقد قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا. وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة، وأهيب بكل مسلم في مصر وبكل مصري أن يسعى إلى تأمين هذه البلاد وإبعاد الفتن والقلاقل عنها وعن بلاد المسلمين. كما أسأل الله أن يحفظ المسلمين في سوريا وفي بورما وفي كل البلاد من كيد الكائدين وعدوان المعتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها. مستشفى الجزيرة متعدد التخصصات، أعد خصيصا لتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية في مصر، حيث يضم نخبة من كبار الأطباء في مصر والشرق الأوسط، خدمات طبية حديثة في جميع التخصصات، العيادات الخارجية، الاستقبال والطوارئ، قسم الأشعة، المعامل، بنك الدم، الأقسام الداخلية والإقامات، غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات. ويضم المستشفى وحدات تجميل الأسنان، وحدات أطفال الأنابيب والحقن المجهري، وحدات العلاج الطبيعي والتأهيل، وحدات الأطفال وحديث الولادة. مستشفى الجزيرة، خدمات طبية عالمية متميزة بأسعار مناسبة. مستشفى الجزيرة. السرير في مستشفى 57-357 مش مجرد سرير، السرير ده بيستخدمه في السنة الواحدة عدد كبير من الأطفال المرضى، بنقدم لهم أعلى مستوى من الرعاية الطبية والنفسية، أدوية وعلاج كيميائي وإشعاعي ومتابعة بعد الشفاء لمدة سنين طويلة، وكل ده بيتقدم لولادنا بالمجان وبمنتهى العدالة والجودة. السرير ده وراء طبيب متفرغ وممرضة متعلمة ومتدربة، السرير ده بيخدم معاه أجهزة ومعامل حديثة وقاعدة بيانات ضخمة بتفيدنا في الدراسات والأبحاث وتساعدنا نعرف كل أسرار المرض ونحدد أساليب الوقاية اللي هتحمي ولادنا في المستقبل، وكل ده محتاج تمويل مستمر علشان نقدر نستمر، وانت كمان تقدر تساهم
في إنقاذ طفل مريض لو ساهمت بتبرع شهري أو سنوي وبأي مبلغ تقدر عليه. تبرعك لكفالة السرير خير كبير. ومن العلم حياة. فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايته.